ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة. المؤتمر يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور وزراء العمل إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية. وأصدرنا عددا من التوصيات الهامة. شهدت القاهرة انطلاق مؤتمر العمل العربي في دورته 48 ومرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية برئاسة المملكة المغربية وبمشاركة مهمة لمملكة البحرين وبحضور وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان ووفد رفيع المستوى من غرفة تجارة وصناعة البحرين يترأسه السيد سمير ناس. وأكد وزير العمل أهمية هذا المؤتمر خاصة مع التطورات الرقمية في قطاع العمل والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البحرين. تتجه الدراسات والأبحاث إلى دراسة التجارب الرائدة والمتميزة في تجاوز آثار الجائحة على أسواق العمل. فموضوع يعني التطرق إلى التخصصات والتطورات الرقمية والتكنولوجية في وتأثيرها على الوظائف والمهن، وكذلك خطط التعافي الاقتصادي ومنها خطة التعافي التي تشهدها مملكة البحرين، هي مكان دراسة متعمقة من المؤتمر بحيث أن يتم تعميم التجارب الرائدة وتعزيز تجارب الدول والعمل على إنجاحها لخدمة قطاع العمل والإنتاج. هذا هو أهم موضوع يتم التطرق إليه، مع التأكيد على أهمية تشجيع الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج وتعميق مجالات هذا الحوار الاجتماعي الذي يعني لا غنى عنه في تنمية المجتمعات وتطور المجتمعات. وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الحالية وما تلعبه الغرفة من دور حيوي في الحفاظ على حقوق العمال في ظل التطورات الرقمية وترأسها غرف التجارة العربية في الدورة القادمة، والتطلع لتذليل كافة العقبات لرفع مستوى التجارة البينية العربية العربية. احنا عندنا هدف وعندنا خطة، لذلك نحاول نغير تقريبا طريقة العمل في اتحاد الغرف العربية في خلال فترة رئاسة البحرين لها، وبالأخص محاولة تذليل القوانين بين الدول أو توحيدها، وذلك لرفع مستوى الاستثمارات العربية وكذلك رفع وتيرة التجارة البينية بين الدول العربية. وهذا مطلب كبير وأمنيات كل الدول العربية أننا نحاول نشتغل عليها، وراح نصب هذه بتوصيات من خلال اتحاد الغرف العربية إلى الجامعة العربية والدول العربية خاطبة إن شاء الله. يعد مؤتمر العمل العربي في القاهرة فرصة لمملكة البحرين وغرفة التجارة والصناعة لإبراز الدور الحيوي للمملكة لتفعيل العمل العربي المشترك تحت مظلة منظمة العمل العربي وجامعة الدول العربية، كما يعتبر فرصة لتكريم رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء تقديرا لدورهم في دعم مسيرة العمل العربي. مشاركة فاعلة لمملكة البحرين ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين في مؤتمر العمل العربي في ظل توجهاتها الدائمة لرعاية العمال وحقوقهم في ظل التحول الرقمي. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، القاهرة.